ست لامية، ستنا السيدة زينب رضي الله عليها وأرضاها، كانت مجاب الدعوة. وتخيلوا بقى، شوفوا الجمال. علشان أنا بقول للناس كلها، لما تقابل حد قول له دعيلي، فلما أنت تدعيله وهو يدعيلك، ربنا يتقبل دعاءكم أنتوا الاتنين. ستنا يدخل عليها سيدنا الحسين ليلة كربلاء ويقول: يا أختاه لا تنسينا من دعائك في نافلة الليل. وخدوا بالكم يا سادة، سر من الأسرار التي تجاب بها الدعوات صلاة الليل. طبعا مش معنى صلاة الليل إن أنت تصلي طول الليل، لا، أنت لو تصلي ركعتين لله بس، تفرغ فيهما قلبك وتفرغ فيهما نفسك وتخلي جوارحك خاشعة، الأول تروح تتوضى، تحسن الوضوء وتسبغ الوضوء، ما تتوضاش وضوء موظفين، طب ما تقول لنا تتوضى ازاي وضوء بقى نحسن المتقنين. الوضوء ازاي ونصبغ خلي بالك، الوضوء ازاي؟ كلنا عارفين بنتوضى ازاي، احنا كلنا عارفين بنتوضى ازاي، بنغسل ايدينا، مش كده ولا ايه؟ واقول لك على حاجه زمان كده كانوا بيعلموها لنا في الازهر، بس يلا هقولها لك كده. من كان زمان يقول لك ايه؟ يغسل ايده لحد فين؟ يقول له لحد الكوع. فين الكوع؟ فين الكوع يا ست لمية؟ ما انت ما هتوقعني بقى لا في شر اعمالي ولا ايه؟ ما اصعب، كلنا عارفين ان الكوع اهو. ده مش الكوع، مش الكوع. ما هو زمان كان يقول لك ايه؟ ما هوش ازهر يا واد اللي ما يعرفش الكوع من البوع. طيب فده الكوع، الكوع اهو. والله والله كلنا فاهمين ان ده ده الكوع يا ده جماعة، الكوع، طلع مش الكوع. ده الكوع، ماشي كده خلاص، ده الكوع. والبوع اللي هو العظمه الكبيره اللي تحت الاصبع الكبير في القدم، ده اسمه البوع. فكان زمان يقولوا لنا كده احنا في اولى ابتدائي، ما يبقاش ازهري اللي ما يعرفش الكوع من البوع. وعشان كده احنا دلوقتي لما يجي واحد مثلا يستهزئ بشيخ يقول والله ما يعرف الكوع من البوع، طب وجاي ما تقول لنا لو يتريق، نكون بنتوضى ما احنا كلنا قلنا غلط ولا ايه؟ هيغسل ايده، يغسل ايده ها 3 مرات لحد فين؟ ها ها؟ الكوع. لحد هنا اهو. تمام. خلاص كده. وبعدين يتمضمض 3 مرات، ها ويتمضمض يعني يدخل الميه ويخلي الميه تجوبه في ايه؟ خلي بالك، في كامل فمه. تمام. خلي بالك. وبعد كده يستنشق 3 مرات، مش شرط يدخل الميه، لا، المهم الميه تصيبه انفه. وبعدين تمام. يغسل وجهه دون لطم، يغسله برفق، ما تعملوش كده. ما تلطمش، من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن، ومن شخمه الاذن اليمنى الى شخمه الاذن اليسرى، بالراحه كده 3 مرات. وبعدين يغسل ايده الى الايه؟ الى المرفق، معايا كده 3 مرات. والميه لازم تعدي السواد بتاع اللي انتوا بتقولوا عليه الكوع بقى، لازم تعدي الحته دي كده، ما ينفعش نعمل كده، وما ينفعش نمسح على الهدوم، ما ينفعش. وبعد كده يقوم مسح على شعره مره واحده، وبنفس الميه مره واحده شعره، مش 3 مرات، وبنفس الميه بتاعت شعره يقوم ماسح ودنه، لا في قفاه ولا في باطه ولا في اللي احنا بنعمله ده. وبعد كده يغسل رجله لحد الايه؟ لحد الكعبين. فين الكعبين؟ اللي هم العظمتين البارزتين دول. اللي ماسكين الرجل ايوه. طيب نفسها. لو تحتيهم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس اللي هي بتغسل رجليها وما بتوصلش الميه للكعبين: ويل للاعقاب من النار. يا ساتر وهو يا رب. بيتوضا لازم يكون مجرد نفسه من كل هوى، ويكون واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يستحضر تساقط الذنوب من وشه ومن لسانه ومن ايده ومن راسه ومن ودنه، من كل شيء. وبعد كده يخرج يقول: اللهم اجعلني من التوابين، اللهم اجعلني من المتطهرين، اللهم ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، ويقف لربنا سبحانه وتعالى ايا كان الوقت بعد صلاة يتجرد بقى العشاء من كل مباشرة. شيء جواه ويتوجه لربنا سبحانه ويتوجه وتعالى. لربنا، وبعدين يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه. لما يصلي ركعتين يصليهم بتأني،